قرارات سريعة اتخذها فريق الرئيس الأمريكي الطبي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، أبرزها نقله إلى مستشفى عسكري لمراقبة وضعه عن قرب وإعطائه عقار ريميديسيفير المضاد للفيروس. فمن هو فريق ترامب الطبي وما هو هذا العقار الذي يتناوله الرئيس الأمريكي؟ مجددا معلومات وتفاصيل عن كل هذا الموضوع مع الزميلة كارولينا نصار. ريميديسيفير عقار، بالأمس كانوا يقولون أنه سيحصل على كوكتيل إذا جاز التعبير من الأجسام المضادة هنا، وبالتالي نحاول أن نفهم ما هو هذا العلاج. على الأقل هو ليس مطهرات يعني كما كان يتحدث ترامب سابقا. لا، هو كان يستخدم لإيبولا عام 2015 لكنه لم يظهر نتائج إيجابية، ولكن مع إيبولا، لكنه مع فيروس كورونا يبدو أن له نتائج إيجابية. سنتحدث يوسف أكثر بداية عن الفريق الطبي الذي يراقب الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته إذن بفيروس كورونا، ويضع هذا الفريق خطة علاجية متكاملة. شون كونلي بداية هو واحد من بين ثلاثة أطباء رئيسيين تولوا مهمة الاهتمام بصحة رئيس الولايات المتحدة لسنوات، وأصبح الطبيب الرسمي لترامب في مايو 2018. أما روني جاكسون فهو تدرب في طب الطوارئ قبل أن ينتقل إلى البيت الأبيض عام 2006، حيث كان يعتني بكبار الموظفين في عهد بوش الابن وباراك أوباما أيضا، وظل طبيب البيت الأبيض في عهد ترامب. يعد هارولد بورنستاين الطبيب الشخصي لترامب، وهو على مدة 37 عاما هو أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي. إذن هارولد بورنستاين، وبحسب الخطة الطبية الموضوعة للرئيس الأمريكي، فهو حاليا يتناول عقار ريمديسيفير والمخصص لعلاج إيبولا، والذي ثبتت فعاليته بعلاج كورونا، وهو عقار مضاد للفيروسات فشل في علاج إيبولا وأظهر تحسنا لدى مرضى كورونا. وطور العقار عام 2015 وأظهر نتائج واعدة خلال تجارب على الحيوانات، وأظهر فائدة أيضا لدى أو على المرضى من كبار السن بعدما دخلوا مستشفيات. وهو دواء مكون من نوعين من الأجسام المضادة الصناعية، يعمل عند حقنه على تحديد الفيروس ومنعه من دخول الخلايا. أما آلية عمله فتشبه الجهاز المناعي الموجود أصلا في جسم الإنسان. وقد تبرعت الشركة المنتجة للعقار بمليون ونصف المليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى واستخدام علاجها التجريبي المضاد للفيروسات. للإحاطة أكثر ينضم إلينا من ميشيغان الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات الدكتور علي فطوم. دكتور علي، أهلا وسهلا بك مجددا في غرفة الأخبار. دعني أبدأ من نقل الرئيس دونالد ترامب إلى المستشفى العسكري والتر رير، والذي قيل أو قال طبيبه الشخصي اليوم في مؤتمر صحفي أنه كان كأجراء احترازي، لكنه يعني بطبيعة الحال كان هناك العديد من التساؤلات عن نقل ترامب. ألم يكن ممكن علاج الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بما أنه عوارضه بسيطة؟ نعم، شكرا على الاستضافة. وطبعا بس نعيد نرجع للجدول الزمني، إنه الرئيس ترامب من اليوم اللي كان فيه التشخيص المرض دخل في حالة الأعراض، وبالتالي بما أنه على درجة من الخطورة التي تأتي من كونه رجلا وكونه فوق 65 سنة، ومن كونه لديه السمنة زائدة، كل هذه الأشياء تؤدي بالنهاية الأمر إلى وجوده في النسبة 20% التي تدخل في مرحلة صعبة جدا. وبالتالي إبقاءه في داخل البيت الأبيض ومعالجته هناك سوف تكون صعبة جدا، عشان هيك تم نقله إلى داخل وولتر ريد في بيثيسدا من أجل متابعة العلاج. وهنالك طبعا في داخل في البيت الأبيض أعطي الرئيس الجرعة من دواء اللي هو من شركة ريجيرون، اللي هي نوعين من الأنتي باديز، الأجسام المضادة. هذه الأجسام المضادة ظهر منها في الأسبوع الفائت ظهرت النتائج من البحث السريري تقول
أنه يستطيع أن يخفض كمية الفيروس في الأنف وفي الرئتين إذا ما أخذ في المرحلة المتقدمة من المرض، بمعنى أنه في المرحلة الأولى إذا أعطينا هذا العقار أعطيناه في الحقن ممكن هذا ينزل كمية الفيروس، وبين كمية الفيروس تتناسب عكسياً مع الخروج من الأزمة الصحية، إذا انخفاض كمية الفيروس سيكون لها دور مهم في إمكانية التعافي في المرحلة الأخرى. لما حصل دخل على وولتر ريد ساعتها أعطي أيضا الريمدزفير، اللي اليوم أعلن عنه الأطباء في وولتر ريد إنه أعطوه الريمدزفير كمان، والريمدزفير إذا نتذكر هو ضد الفيروس، هو يقضي على الفيروس، وبالتالي عندنا نوعين من الأسلحة الآن موجودين للحفاظ على إنزال كمية الفيروس. طيب ريمدزفير تحديدا دكتور علي، يعني في أول فترات كورونا أيضا حكي عن إيدروكسيكلوروكوين، والآن يحكى عن هذا الدواء الذي فشل ربما أو لم يعطي نتائج جيدة مع إيبولا. هل هناك يعني أي، لن أقول إحصاءات، لكن هل فعلا هناك معلومات طبية مؤكدة أنه جيد ويمكن استخدامه لعلاج كورونا، أم أنهم يحاولون كل شيء مع الرئيس ترامب؟ لا، أنا بدي أقول هون أنه الريمدزفير عندما أخذ إلى البحث السريري تبين أن لديه إمكانية للعمل ضد الفيروس في الناس اللي هن أو فعاليته جيدة في المراحل الأولى من الإصابة، وأيضا أظهر أنه له فائدة أيضا بتقليل كمية الزمن في داخل المستشفى للمرضى الذين وضعهم أخطر، وبالتالي الريمدزفير في مع الكورونا أظهر نتائج جيدة، ليست نتائج هائلة ولكن نتائج جيدة في غياب أي عقار آخر. كان هذا طبعا السبب في أن الـFDA أعطت الإمكانية لاستعماله في الناس الذين يصابون في مرض الكورونا. إذن هنالك خلفية علمية ونتائج تثبت قدرة الريمدزفير على أنه أنتي فيرال وممكن أن يساعد على قتل الفيروس وتقليل كمية الفيروس وبالتالي التأثير على كمية الوقت الذي يقضيه الشخص في داخل المستشفى. دكتور علي بدقيقة، يعني وأنت في ميشيغان بطبيعة الحال الأنظار تتجه اليوم إلى المستشفى العسكري، وتوقعات وحديث عن متى سيخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، بتقديرك مع ما سمعناه عن حالته الصحية اليوم، متى من المتوقع أن ينهي علاجه؟ طبعا الواضح انه في هنالك اخفاء لبعض الاشياء بالنسبه للجدول الزمني وتعرض الرئيس امتى الحاله التي تعرض لها وامتى وما هي الحاله الموجود فيها الان. الان طبعا خلال 3 إلى 4 أيام ممكن تظهر النتائج، لا يوجد لدينا معلومات، وبالتالي يعني هنالك بعض الناس تقول انه ياخذ الاكسجين او اخذه في البيت الابيض والان لا ياخذ الاكسجين من الخارج. اذا كل الصوره مشوشه لدرجه انه لا يستطيع احد ان يعرف او ان يضع على الطاوله حل معين. خلال 2 إلى 3 أيام هنالك طريقين، يا اما الدخول في طريق الشفاء في اتجاه الشفاء الكامل، او الدخول في المرحلة المرضية التي تحتاج إلى كل التدخلات كما أي شخص آخر. إذا هناك الأفضلية للرئيس أنه أخذ نوعين من الأدوية وممكن تساعده وممكن تعطيه، وأيضا ممكن أنه اكتشافه كان مبكر. وطبعا وولتر ريد، مستشفى وولتر ريد من أفضل المستشفيات في العالم. طبعا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من ميشيغان، الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات دكتور علي فطوم، شكرا جزيلا لك. يوسف، هذا الكوكتيل الذي تحدثت عنه ربما بحسب ضيفنا دكتور علي سيسهل أو يسرع عملية شفاء الرئيس الأمريكي بانتظار الأيام القليلة المقبلة لمعرفة تفاصيل أكثر. كارولينا، كما يقول المقربون من ترامب سواء عائلته أو العاملون معه بأنه محارب قوي وشرس، وأنه يعني سيقاوم حتى هذا الفيروس وسيكون بصحة جيدة ومعنوياته عالية حتى الآن، وبالتالي هذا أيضا المعنويات موضوع مهم جدا في محاربة فيروس كورونا، وكل الأمراض.
ربما يكون أقوى حتى من جميع الأدوية التي أخذها. شكرا جزيلا لك كارولينا.